السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده فيديو بتاع السيزون الجديد وتفتيح السيزون الجديد سيزون 18، وان شاء الله يبقى كله هدايا حلوه وما يتعبناش معاه، عشان السيزون اللي فات هدايا بتاعته كانت نص ونص. بس يلا بقى نشوف السيزون الجديد مع بعض، يلا بينا. شكل الشغل في اخر يا جدعان، ده من غير فيلم كده. ماشي. لا لو فتحنا هنا هيجي لنا دي الستومبنج. ماشي كده كده، ماشي الاتنين عادي زي بعض. بتاع بتعلق في الشنطة، والشنطة والبرواز. لا بصراحة السيزون ده يستاهل ان تفتح التانية اللي هي العالية دي. قشطة، يلا بينا يلا بينا يلا بينا. اليت على طول، نخش في الموضوع على طول. ماشي، انا لسه ما شفتش الهدايا. هي انهي اجمد؟ طيب انهي اجمد؟ انهي اجمد؟ اليمين ولا الشمال؟ اليمين ولا الشمال؟ مش عارف والله. اختار الموف، يلا بينا. كله يسي. اوبا 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 اوبا، يا حلاوة، عظمة. اوه ماشي، افتح الخمس ليفلات بتوع السيزون اللي فات بس كده بالحب. ماشي إيه، لسه ما نزلوش صندوق طبعا. انا عارف فين فين في خمسة بتوع السيزون اللي قبله اهم. يبقى انت كده ايه، تنط روح اكتر كمان. تعال نشوف بقى هدايا السيزون دي. اوه جامدة جامدة الطيارة. تعال بقى نشوفهم من الاول بقى. قشطة، دي نص نص. اللبس ده جامد، بس احنا اخترنا دي، يعني اخترنا الموف. ماشي حلو، الاي جي ده جامد، لونه جميل قوي بصراحة. الالوان الفاتحة في الاسلحة بتبقى حلوة. دي ايه دي؟ دي بتاعت السيزون اللي جاي بقى، ولا ايه دي؟ ما نفهم دلوقتي. انا بتاعت سيزون 18 وحماية، كارت الحماية، حد عايز يران كونكر، وحركة جديدة. جامد. وايه تاني؟ الشنطة دي بقى يعني حاسسها بصراحة كده مميزة، لان الشنط بتاعتهم، لا طبعا انا هات على بنتي، بنت الشنط بتاعت السيزون ده الالوان الفقعه دي جامده بصراحه. هتخلينا نشوف الناس، نبدا نشوف الناس. ايه ده ايه ده ايه ده، دي حركه جديده. اوف واو، طيارة لونها جميل قوي، لازم افتح اجربها في جيم دي يا جدعان، تحفه. ماشي خلينا بقى ايه، رزونا يا رب، ونبقى نفتح الار بي 100 على طول بعد كده. الفي اس اس، الله، استنى اشوف شكله كسلاح. حلو حلو، بس برضه سايبين حته الخشب اللي في الاخر دي، يعني مش عايزين يعملوا سلاح كامل، ما يقدروش. هنا بقى بتختار الست دي، ولا الست دي، ست اللي هي مجموعه، مش ست اللي هي ست يعني. ست خلاص يا جدعان، هموقف. ماشي ايه تاني؟ برضو هنا في السموك دي. برضو السيزون الالوان المميزه، بس كل حاجه فيه الوان تحفه. واخيرا بداوا يحطوا اسلحه تاني في الار بي زي زمان، يعني زمان كانوا بيحطوا في الار بي اسلحه ليفلها عالي، يعني ليفل عالي بس تجيب سلاح حلو. كانوا لغوا الحوار ده، بقوا جابوه تاني، جايبين كارت تحفه، بس انا للاسف مش هقدر اوديه عشان معايا بالتور، بس جميل. عايزين نجرب الاسلحه دي، الرقصة دي. اوف دي رقصة مسك، يا لهوي على الحلاوة. بدأ يعملوا رقصات تشد، يعني تحس ان الرقصة كده انت بتعمل ايموت، مش اللي هو واحد يعمل باي والكلام اللي هما بيعملوه في السيزون ده. الشعر ده جامد وبيتحرك كمان. بص استنى، شبه الحشرات.
والنضارة جامدة بصراحة. ار بي 100 بقى، ترى هو خلاص كده، هو كده شايف ان هو خلاص يعني. ايه ده جيتار ايه يا صاحبي؟ انا عايز ار بي 100 100. ايوه كده بقى، ايوه كده يا صاحبي. ده جمال ودلال، ده جامد يا والله جامد. اخيرا عملوا سيزون كويس بقى. افتح اسبوع كمان. ايوه 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 واو. بصوا هنا بقى هدايا ماشي بتاعت السيزون دي اكيد ماشي لسه. هدا اتنين، لما 6 مليون واحد يشحنه. لحد دلوقتي في 422,000 واحد شحنه في الكام دقيقة دول، ده بعد 10 دقايق من السيزون. وبخاخات وصندوق ماشي حلو. مهمتهم بقى السيزون ده شكلها كده تافهة يعني، انا حاسس ان هي هتبقى او هيطلعوا علينا مش عارف. ترافل تمشي اكتر من 1000 متر بعربية، في حد من التيم بتاعك راكب معاك، 10 ماتشات مع الأصدقاء، 30 درينك في الكلاسيك. يخلصوا كل الكلام ده يخلص في جيم. 750 دامج هيد شوت، 30 انمي بلين فور. ايه الاسبوع السهل ده؟ 20 لايك للتيم. يا لهوي ده يا جدعان، المهمات الاسبوع الاول تخلص في ربع ساعة. لا ما عدا مهمة البيستول دي عادي، ممكن لو هي مرخمة اوي يعني مش عايز يشيل بيستول. يلا شكرا، نورتنا نورتنا. هنا بقى ايه؟ اوف اوف ماشي. دي كانت ايه؟ ستارت ماشي. معنى خصم اوه اوه كولكت طبعا. اوه لا يعني هي دي بكام يا اسطى؟ طب انا عديت اعمل كنت مش عارف. ادفانس ممكن اكسب ممكن لا، كده خسرت وترجع من الاول كده. تبلع والله تبلع. ستارت حلو. هخسر في دي، انا عارف انا عارف حظي. طب حلو، لو جات لي 20 دي تاني هعمل لها كل دي. اديني بحاول يعني، هو انا عايز اعرف بس لما اوصلها. ايوه كولكت بقى. لا كولكت مش هطمع بس عظم. 20 واحد معيش كده خلاص تاني ماشي. معايا 27 صندوق. 27 صندوق دول يجيبوا ايه؟ حلو. صناديق السيزون بكام؟ واو رجع اللبس ده تاني. اوف ده كان بتاع سيزون كام ده؟ سيزون 12. والعربية لا لا كده بيهزروا، ما كان رجعوا كل صناديق السيزونات تاني. ايه ده يا جدعان؟ وفي صندوق تاني للسيزون بقى. العربية يا ولاد ال حسبي الله ونعم الوكيل. تعال نفتح صندوق تيت، جاب لنا عربية بقى. تخيل بقى 20 سيرفا، هذا هو ذوقي. تعال نلبس اللبس. الشنطة جامدة، فين الشنطة؟ نجيبها بالوقت عشان يجيب لنا الشنطة هنا. طبعا مش هبدلها بالفرن بس ايه، ده مجرد تجربة يعني. ونحط فيها الاعلانات بتاعت السيزون الجديد. وهنا نلبس الطاقية، نلبس النضارة، هننزل الملاهي كده كده. و وننزل ايه ده؟ مش ادوني طاق؟ ماشي ممكن اعمل كده اهو. جامد وعلى ام فور التلج يا جدعان حور. تعال نركب الباراشوت طيارة. الباراشوت ليها باراشوت حلو نجرب. ايوه كان في سلاح هنا، كان ايه بقى؟ ايوه كان اي وجي. واو لا الاي جي بصراحه تحفه. اوه
عظيم. تعال بقى نجرب ايه الرقصات. نحط الرقصات الجديدة. ايه ده الرقصات الجديدة فين؟ اهم احطهم مكان ايه؟ ايوه دي مكان دي ودي مكان دي. ايوه ودي مكان الجودزيلا. بس تعال بقى نخش على الناس كده ايه في العام. ايه ده يا اسطى عامل ايه يا اسطى؟ كنت بصور فيديو يا عم بتاع السيزون يا عم. الحمد لله. تعمل ايه؟ انا هحطك في الفيديو بتاع بس مش عارف اسمك ليه اسمك كده يا اسطى مش عارف. يا زميلي الحمد لله. بس انت عامل ايه؟ بس عشان لسه جالي البرواز بتاع الكونكر مش قادر اتنفس. وكفايه على الناس كده النهارده وكفايه النهارده كده فيديو سيزون. يعني انا شايف سيزون ده حلو يا جدعان والله ويستاهل بصراحه ان هو يتشحن. يعني انا والله العظيم لولا بس في مشكله على الفيسبوك بتاعي والصفحه ما تبقى الفيسبوك ما بيبعتش فلوس كنت عملت سبع رويال بس لاول السيزون. بس الحمد لله. يلا اشوفكم الفيديو الجاي يا جدعان. عارف ان كان لسه فيديو نازل امبارح بس ما قدرتش بصراحه اعدي فيديو سيزون غير ما انزله. يلا بينا اشوفكم على خير يا اخواتي. ايه